المقاتل فينا والله اي حد قايس مؤسسه فرض عليه، لانه فرض عليه لانه اصلا لك ليقبض ما هو كافيه. اذا هون يعود يلود الشان مصدر رزق وكذا. اذا هون لا يكذب عليكم حد، الرجاله اليوم خارقه، الرجاله اليوم راهي تبكي بها ما هي مروحه على شلالها. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عن الشعب المغربي العظيم، كالعاده الخوت دائما تسريبات صوتيه اللي كتجينا من مخيمه تلوف، كيتكلموا بها سكان مخيمه تلوف. هذه التسريبات ماشي انا كنصنعها ولا كنختلقها ولا كنقول شي حد تكلم، هذا اللي غيتسمعوا في التسريبات الصوتيه معروف. شاب كيعيش في مخيمه تندوف كيشتغل حاليا واحد القناه ديال البوليزار، كيشتغل تقريبا هذه واحد عام ونص تقريبا، وظفوا قناه تلفزيونيه كمراسل ديال البوليزار. ان قال له مصطفى بودا ما كيعيش لا في المغرب لا في اوروبا لا في الجزائر، كيعيش في مخيمه تندوف. اذا هذا التسريبات الصوتيه ماشي انا كنصنعها. علاش قلت لكم هذا الشيء؟ هذا لانه هذه الايام، هذا الاسبوع بالضبط، ابواق البوليزاريو ومرتزقه البوليزاريو معدلين عليه واحد الحمله، اعلانات واشعارات طلقت في منابر عناصر البوليزاريو مخيمه تندوف، كيحضروهم من النيران، تيقولوا حذاري، واحد تيقولوا له علي باريش راه منتشر معاكم ومعاه الجنود ديالو في المخيم، راه يقبض الفضائح ديالنا وينشرها يشوهنا، انتم مشوهين اصلا. وهذه الفضائح لازم يعرفها العالم ويعرفوها المغاربه ويعرفوها الصحراويين الجمعاء، سياني اللي في المغرب ولا اللي في المخيمات ولا في اوروبا، الفضائح ديالكم خاصها تعرفوا وتشهر. مهما عدلتم من فبركه وقلتوا على انني كنفبرك، ما نفبرك. مهما عدلتم من تشويه وتهديد، راك ما تحركوا زغبه فينا. اليوم اخوت غنسمعوا تسريبات صوتيه، وانا غنربط هذه التسريبات الصوتيه بواحد الرساله عاجله مستعجله كتبها شاب صحراوي كيعيش في أوروبا، قال له سعيد زروال. علاش ما يقدرش يكتبها شاب صحراوي كيعيش في مخيمة تندوف؟ لأنه غيعرف أن مصيره الموت وقرطاس والسجن. هذا سعيد زروال كتب واحد الرسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالنيابة على ما سماهم اللاجئين الصحراويين بمخيمة تندوف. هذه الرسالة المضمون ديانا على أنه كيستعطف الرأي الجزائري تدخل ويعاون ساكنة مخيمة تندوف، لأنهم كيعيشوا عفوا الجوع والمجاعة وعدة مشاكل. وغنقرا لكم الرسالة كما هي، غتقدوا تجبروا واحد الكلمات ربما كتسيء لينا احنا كمغاربة، احتلال وكذا، غنخليهم ندوزوهم. غنقراو الرسالة كما هي باش ما يكونش فبركة. كتقول الرسالة إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، الموضوع طلب مساعدة اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف الجزائرية في شهر رمضان. سيد الرئيس، باسمي وباسم بعض اللاجئين الصحراويين الذين طلبوا مني كتابة هذه الرسالة، نود أن نبعث لسيادتكم أسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم في بناء الجزائر الجديدة بالتوفيق والسداد. سيد الرئيس، ربما قد لا تسمح انشغالاتكم بالاطلاع على الأوضاع المزرية للاجئين الصحراويين قرب مدينة تندوف الجزائرية، والذين أرغمتهم ظروف الاحتلال المغربي على العيش في تلك البقعة الخالية لأكثر من 44 سنة تحت رحمة المساعدات الإنسانية، وهي مساعدات غير كافية لسد متطلباتهم الضرورية. وسأكون دقيقا في رسالتي حتى تكون على اطلاع جيد على واقعهم. فمخيمات اللاجئين الصحراويين توجد أعلى نسبة بطالة مقارنة ببلدان المنطقة، وهذا يعود بالأساس إلى منعهم من العمل بسوق العمل الجزائري، إضافة إلى حرمانهم من حقوق أخرى مثل فتح حساب بنكي أو التنقل بكل حرية في أرض الجزائر الشقيقة دون رخصة أمر بمهمة أو المعروفة بأرض ميسيون التي تصدرها السلطات العسكرية الجزائرية. ولحد الآن لا يوجد أي تبرير مقنع لاستمرار مثل هذه الإجراءات المناقضة لكافة القوانين الدولية الخاصة باللاجئين. سيد الرئيس، في هذه الرسالة لن نتحدث عن الحقوق الكثيرة التي يفتقدها اللاجئ الصحراوي بالجزائر، بل سنركز على احتياجاته في شهر رمضان الكريم،
وهو الشهر الذي يشهد ارتفاعا قياسيا لأسعار مواد غذائية، وهو ما يفوق قدرة اللاجئ الصحراوي المعدم أصلا. وقد لا تعرف يا سيد الرئيس أن الموظف الصحراوي مخيمات اللاجئين الصحراويين يتقاضى راتبا رمزيا، مع الإشارة أن معظم اللاجئين الصحراويين يعانون من البطالة، أي أنهم معدوم الدخل في الوقت الذي يحصلون فيه على حصة غذائية تمنحها المنظمات الإنسانية تقدر قيمتها ب3000 دينار جزائري. ولك أن تتخيل فائدة هذا المبلغ في ظل ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية. سيد الرئيس، إن اللاجئين الصحراويين بأرض الجزائر المضيافة يعانون في صمت في هذا الشهر الفضيل بسبب البطالة والعراقيل البيروقراطية الخاصة بحرية التنقل بين مخيمات اللاجئين الصحراويين وبلدان الجوار، حيث أن الكثير من اللاجئين كان يعتمد على التجارة الحرة لتحقيق دخل إضافي يساعد على التغلب على مصاعب اللجوء. لكن في السنوات الأخيرة ازدادت المضايقات من نقاط المراقبة الحدودية، مما أفقم من أزمة البطالة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. سيد الرئيس، حتى تتضح لكم الصورة حول الوضع الاقتصادي الصعب للاجئين الصحراويين، نطلب منكم إرسال بعثة تحقيق خاصة للإطلاع على الوضع المزري والمسكوت عنه منذ 4 عقود، كما نرجو من حضراتكم التدخل لمساعدة اللاجئين الصحراويين في شهر رمضان من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية وإرسال مساعدات عاجلة، وذلك مما يتفق مع قوانين الدولة الجزائرية والتزاماتها الدولية في مجال توفير المساعدة للاجئين. ولن ننسى التفاتتكم الكريمة بعد فتح جسر جوي لمساعدة اللاجئين الصحراويين أثناء أزمة وباء كورونا بعدما تناساهم العالم. ندرك تماما أن هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بعد حرب أوكرانيا تتطلب منا جميعا العمل بروح الاتحاد والتعاون، ونثق في حسن تقدير حضرتكم لأهمية المساعدة التي يحتاجها اللاجئين في الجزائر، ونشكركم مقدما على اهتماماتكم وتفهمكم لهذه القضية الملحة مع خالص التقدير. سعيد زروال، مواطن صحراوي بالنيابة على بعض اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف الجزائرية. هذه الرسالة اللي كتبها سعيد زروال أخوت باسم هادو اللي كيسموهم اللاجئين الصحراويين. دابا غنسمعوا الواقع كما هو في مخيمات تندوف، سمعوا التسريبات الصوتية. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. المقاتل فينا والله، اي حد قايس مؤسسة فرض عليه يعود يتبتب، فرض عليه يدخل تبتيبات، فرض عليه لانه فرض عليه لانه اصلا لك ليقبض ما هو كافيه. اذا هون يعود يلود لشان مصدر رزقه وكذا. اذا هون لا يكذب عليكم حد، الرجال اليوم خارق، الرجال اليوم وراه تبكي بها ما هي مروحة على شلالها، وراكم انتم عارفين حياة المخيم عاد شنبتها اللي عاطيه مولانا ولو والله اخوه قال اسبانيا يرسل له ديك 500 يورو 1000 يورو يرشوا بعد، غير خالق العائلات الياسرة اللي والله ما عنده حد في اسبانيا ولا عنده حد في فرنسا ولا عنده حد شي، وهي ام اللي ما تلا عندها منش، هي واحدة في ذا المشروع واحدة في ذا ما تلا تقدر تعمل هك ولا تلا تجي هك. حتى المغرب 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 راكم شفتوا قاعد كوني سكن قاعد ساكنة، فهم طلع واحد هون يامس يشكي عادوا من 72 ما اعطاوه دار ما اعطاوهاش، وخالقه ياسم مشاكل الصحراويين اللي مشاكل كارطيات ومشاكل كذا، وبالتالي وحتى هم اللي هون ما وفرت له الدوله باش يغني هو نفسه والله تزيد الراتب. ونحن رانا نقول تزيد هي الرواتب اللي تعطى، هي ما هي رواتب، هي لا منحه، لكن منحه الجامعي هذا اللي يعطوه 80000 من كل هي لا منحه، ما هو خلاص مليونين والله مليونين لأربعة أشهر، لا ما هو خلاص يا أبو، لا يمشي لا تشتري زقيبة من اللحموم زقيبة من السكر بطاقة من البارد خلاص وفات. معنى أنك تقعد اللي توك أنت في 3 أشهر 4 أشهر أخبار من مليون، وش قال عادوا عندك العلايات والله الطافيلات والله والله والله. إذا أنا هون نتكلم من 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 عين المنطق، من عين الحقيقة، من عين الحقيقة. وللأسف على أنه هذه الفئة ما خارج حد مبالي بيها ولا مسول عن حال الشاب، يسوى الصال متخرج ويسوى ما هو متخرج،
وحتى والمؤسسه مالي عاد وحتى الترشحات ولا كذا عاد يربطوها ب ب ب ب بشروط تعجيزيه. الناس باغيه تقبض كل شيء المناصب كامله اللي قالها منين تموت تمشي بيه شلون نخبر. للاسف ما عندهم ديناميكيه لانه الشباب هو روح الامه. الشباب هو مصير القضيه. الشباب هو اللي تقدر تعدل بيه وهو اللي تقدر تضرب بيه. تقوم انت الشباب اللي عندك الاف منه وتخليه يسوى صداك القاري منه ويسوى ذاك الماء وقاري منه وتهمش وتقصيه من اجل نزوات اشخاص ولا معت منافق من الدرجه الاولى كيف هو سيلمة ما تقدر تحوزه. وبالتالي نمشوا ضحيه لنظامين. نحن المواطنين بس نحن ضحيه مرتين. ضحيه لانه المغرب قبض التراب وقبض الخيرات اللي في الوقت اللي ذيك الخيرات الصحراويين مكفيتهم لسنوات طويله. الجانب الاقتصادي مهم جدا. كشاب يدور يتخيم، يدور ياسس حياته، يدور حتى هو يشري وته، ويدور حتى هو يوكل عائلته باللحم والشحم. وفي ذا الوقت على انه في ذا الاجور راكم عارفين عندك شويه ذهب، والذهب قاعد تموت فيه كم من شاب مات فيه. وفي الوقت على انه الدوله ما هي موفره التوظيف، وحتى قاعد له وفرته ما هي عاطي شيء 100,000 للشهر. 100,000 اللي هي 20 اورو ولا 25 اورو. يعني لا يقول لي حد على انه احنا ما جايبنا الرزق ولا جايبنا الاقتصاد ولا طيب احنا ذاك ما هو جايبنا. يا غير جايبنا على ان الصمود لابد على انه تخلق نوع من الصمود. لابد تخلق نوع من التكافؤ. كيف تاش على انه الطبقه الواحده المخيم بركة عاد فيه طبقات. الطبقة القيادية والطبقة البرجوازية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة الكادحة وهي الأغلبية. حق أنه عنده باش ينصب الليلة مارو، حق أنه عنده باش ينصب مثلا الشعرية، غير شعليها ليها مطيشاية ولا بصلاية ولا حتى قاعد تون ما يقدر خالق عائلات تون ما تقدر تشريه. رطلة تون هاي اللي أقلات عدت بالفين ما تشريه. أنا نتكلم هون من معاناة ومن رحم المعاناة العائلة البسيطة، لأنه هذا الكلام ما قد يقوله حدش ما هو عايش في الواقع اللي ربما ماني كيف أغلبيتكم، لأنه أغلبيتكم في إسبانيا، أغلبيتكم في فرنسا، أغلبيتكم قرر مصيره قاع مشى راهو فيخو يشتغل أدناكم يخلص 1000 يورو لا يوضع عندكم. يعني نتكلم عن الأغلبية. أنا هون نتكلم عن لوس بوبريس اللي أنا أملي واحد منهم. أنا أول بوبري من هاي الفئة اللي نحن هاي اللي هي اليوم. فهمت؟ وزاد كورونا وزاد الغليق وزاد الغفيل والشغلة حكما عنها ما تلات خالقه واللي بعد خالق منها شيء بعد شيء راخي حتى. إذا هذا إذا اليوم شكون يتطلع للشباب اليوم؟ الخريجين عندنا من 2015 إلى ضيق تقريبا أكثر من 1800 خريج من جميع التخصصات ومن جميع الشهادات ما بين الليسانس والماستر وحتى الدكتوراه. أين هم اليوم؟ أين هم عن منظومة التعليم اللي عادت مهترة؟ المعلمات عندهم أخطاء إملائية بالجملة، العمليات الحسابية الرياضيات بأخطاء بالجملة. وهذا شنو؟ لأنه أساس على أنه التعليم ما تلاقوا متصلين فيه ولا على بالهم به وعادوا عاطينه لا للطافلات ولا داينه لا للعلايات. بالتالي منظومة كبيرة كبرها مولانا اللي عاد أغلبية الناس تهجر وعاد تقيس تيندوف ولا تقيس بلاس داني كانت تقري تركتها قراية صالحة. لماذا وعلاه؟ وبالتالي هون اللي يخلق شيء قالوا يعني اللي هذا اللي فرضوا التشتت، لأنه يعني دخول المغرب المنطقة وفرض التشتت. اللي مثلا يحاول قاس أوروبا راه عايش في أوروبا وحاجة اللي على أنه ذاك نوع من تقرير المصير. اللي انضم أيضا لموريتانيا عنده وثائق موريتانيا وشارك في الانتخابات ذاك مولي نوع من تغيير المصير. واللي مولي انضم الجزائر نفس الشيء. واللي انضم اللي باقي في الاقليم واللي مشى مع المغرب واللي شارك في الانتخابات ولعل الانتخابات يوم 9 ولا يوم 8 في الشهر الجاي هي اكبر دليل. ولا تشوفوا ذي المشاركه الكبيره من الصحراويين. اذا هذا دليل على انه اللي تخلق هذه التقسيمات وكذا. اذا الضحيه شكون لا يعود؟ الضحيه هو المواطن، لانه دائما المواطن العظه فيه والكره فيه مهما كنا. وبالتالي أي تعجيل بحل مهما كان نوع ذاك الحل هو بالدرجة الأولى في صالح المواطن البسيط.
اللي ما عنده خبزة باش يوكلها، لأنه مهما كان نوع الحل صالحه يا غير اللي ما هو صالح هي في الطقم التي تحكم، لأنها لي تخسر مناصب، لي تخسر منصب وزير، كلمة وزير، لي تخسر منصب كلمة سفير، لي تخسر يعني ياسم الامتيازات وحتى طريقة توزيع السلطة من خلال القبلية، لأنه آلية تطبيق القبلية وحكم القبلية هون في الحمادة قابل يعني قابل بدرجة 100% على أنهم يتحكموا فيه ويتحكموا فيه فعلا في العصور، وفعلا في هذه 50 عام استطاعوا أنهم ينتجوا هذا الفكر، ومن خلاله شفنا نفس الأوجه حتى الآن، نفس الأوجه هي اللي تحكم. وخارج الناس اللي متفائلة على أنه ليه تخلق تغييرات والله شد حالة الشقور بناس أشخاص جدد، أنا أقول لهم راكم تحلم، ما هو له يجي حد شو ما هو كان مثلا وزير في البلاصة الفلانية له يديروه ذاك سد شقور في وزير الفلاني، عندهم الوزراء المنتدبون والمستشارين اللي يقفل الراس يقعدوا هنا ثلاثة والله أربعة وله ينتحوا مش حد سالة شغور. إذا ما خارج شيء، نفس الأشخاص نفس الوجوه، إعادة ترميم منهم إعادة ترميم منهم ينقع ماتلة يقد يخلق إعادة ترميم في الوقت، لأنه الناس تكبر والناس عاد شايفة الموت، رفاقهم رعاهم كل نهار جايسين به القبور، ونسأل الله يعني السلامة والعافية وحسن قاع الخاتم لجميع المسلمين يا غير، هذه سنة الله في الحياة. وبالتالي على أنه تسليم المشعل ما زالوا هم في قيد الحياة وعارفين عنهم بلغوا من العمر أرضلوا، هذا اللي يخلي صراحة إشكاليات. اليوم شكون يخرص تطلعات الشباب؟ التطلع الشاب الصحراوي شكون مسول عن حاله؟ شكون يسول عن 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 صحق حق يعني أموره؟ ولا شيء، ولا أحد مبالي به، ولا أحد مبالي بالمواطن، ولا أحد مبالي بمعاناة المواطنين. لأنكم تعرفوا اليوم على أن اللجوء عاد العادة لكن أخبار أخبار مادة ثانية تشوف عايشة في أرض مثلا عنها مستغلة إلى آخره. لأنه لماذا؟ لأنه اليوم اللاجئ عاد يشتري كل شيء من جيبه، ياسر من التموين انقص، اللوبيا ما تلات تنعطى، التون ما تلا ينعطى، الشعرية تجيك مرة ماني عارف الكم، وحتى الكيلوات تعمار وكذا والتمر ما تليجي قليلا مش ما هو رمضان، وحتى اللي في الكيلوات والله كذا. إذا قارفات ما هم صراحة قانين ولا سامنين من شيء. في الوقت اللي انت يوميا تشتري اللحم يوميا تشتري الخبز، إذا انت منين تدير لها معادلة؟ إذا صراحة كل شيء تشتريه بما قاع فيه الضوء تخلص. إذا هذه التحديات هذه التطلعات الشباب اليوم، اي شاب ضريك مهما كان، اي شاب في اللجوء تقول له شنو زين عندك؟ يقول لك زين عندي نهاجر. اول شيء يقول لك اسبانيا ولا فرنسا. لانه لماذا؟ لانه صراحه الجانب الاقتصادي، اذا الصحراء مكفيتهم لسنوات طويله، واللجوء مره ثانيه لانه الطقم اللي حاكمه واللي الان راهو يجوز يعني اسقرهم واحد في عمره 65 عام فما فوق، اللي عدلونا هذا النوع من القبلية ومن الولاء ومن الكذا، وله الولاء للكفاءة وله الولاء يعني المشروع الكبير إلى آخره. إذا أنا هون نتكلم بصفة اجتماعية، أنا هون ما نتكلم بالسياسية، مهما كانت فكرك السياسي مهما كانك يعني وجودك السياسي وكذا، ولكن أنا نتكلم عن شريحة من المجتمع اللي ما عنده حد يقول عنه شيء ولا يتكلم عنه شيء، بل ما عندهم حتى قاع وسيلة باش يعبروا عنها ولا يتكلموا عنها وكذا، وهي الأغلبية. وللأسف الشديد اللي تقولوا لي عنهم ساكتين لأنهم سيكنين، لا ما يبغوا صحق حق الفضاحة، ولا يبغوا صحق حق كلمته، ولا الشعب توف طيب ويزبي، وهذا الشعب يزبي يراه لكم قطعنا الحد وعد كان في حق، والله ما ولا يجبر الخير يسوى صف حياته، يعطيه مولانا السكر وقلت له انسولين ويعطيه السرطان وتمي تمني اذا هو ميت ما قاعد قاعش كاتل ذيك عاده لا من التصبيات، من توكل حق ذي الناس، توكل حق ذي المجاريح، توكل عائلات ما عندهمش ما هو بواحد جراي قيس الناحيه ذيك 3 أشهر 4 أشهر يعطيه مليونين، هو عنده 5 طافيلات والله 6 من اللي يصيرني هو الباس عيدهم واللي تقرا من اللي باش افرع عيسى يفطها
وياسر بشي لا يعلمه إلا الله. خلق العائلات فعلا اللي عندها تركتها في اسبانيا ذك نتكلم عنهم ذك يرسلوا لهم الفضة وعندهم الوتات وعندهم وعندهم، يا غير اليوم قضية هي قضية اجتماعية بالدرجة الأولى، ما هي سياسية ولا هي كذا. إذا صراحة هذا يخلق تحدي كبير، وهذا صراحة يحز في النفس، وهذا يجعل على أنه هذا الحال ما يقدر يطول في الطريقة أبدا، ما يقدر يفوت 50 عام ثانية كيف اللي فوتت. الناس المستفيدة هي اللي زين عند هذا، يسوص من العشيرة من القبيلة، يسوص السائق، يسوص اللام الهيه، يسوص ذاك اللي يكتب فيسبوك، أو كاملين مستفادين غير خالقة طقمة ما هي مستفادة أبدا أبدا من أي صراع كان من أي توجه كان. وأنا أول واحد ماني مستفيد من أي شيء يسوى وشنو، لا من أي جهة كانت ولا من أي منظور كان. وهذا صراحة يخلق إشكال كبير، ربما السنوات القادمة الشباب ما هو له يتم يعني صراحة محاصرة بلا شغلة، محاصرة من قلة العمل من قلة الشغلة، وهذه معاناة شعب بسيط. على أنه يا المسؤولين اتقوا الله، يا المسؤولين استفيقوا، يا المسؤولين راكم الصبح قايسين الغبر وقايسين رب العزة لا يظلم عنده أي شخص. اتقوا الله هذا الشعب، اتقوا الله في سرايكم، اتقوا الله هذه الناس اللي يستحقش يعطوه له، واللي قدمته كفاءة تعطوه له، وسلموا عنكم المشعل لأنكم كاملين كاملين احنا قاعد واردينها. يا غير انتوما راكم عارفين، لا داعية قاعد نتكلم لأنكم انتوما هم الأولى بذلك. ونحن ما لنا ضد أي، راجل بغى عود مسؤول، لا عود مسؤول، عود مسؤول حق الله من هون لا يوم صحق حق ما بعد النفخ قاع في الصور، ما هو إلا يوم الصور. يا غير كنت تتقي الله في شعبك، تتقي الله في الناس، هذا الشباب اللي عندك الآلاف منه خلق الخريجين منه اللي يوقي بيهم، خرص لهم شيء، ادمجهم وظفهم. الشباب مولي ذا ما هو قاري ولا ما هو كذا حتى هو طيب، نخرص تطلعاته، نعود ندير ندوات له، ندير ملتقيات له، شنو هي أهم التحديات، نخرص مصالح رعيتي منين، نزور الصحق حق نفتح أفاق جديدة وندخ السيولة ذي المؤسسات. نبدأ على واحد إنه 120 والله كذا للشهر، يا أخي نزيد ضعفها والله ضعفينها، وهذا الحمد لله الإمكانيات موجودة وخالقة. يغير الإشكالية في الأدوات البشرية اللي تسبب في الإمكانيات، ولا تعرف كيف ترشد الإمكانيات. أنت عندك مخزون بشري من الذهب الخالص، وخاصك تستثمر في البشر عن تستثمر في شراخي والويخي البشر، ونصنع قيادة. ما أنت نصنع قيادة، استمرارية ثورة ولا استمرارية أي مشروع، أني نصنع قيادة ونصنع ناس باش نهار اللي عرفت عني في النهاية وعرفت عني موتي عاد قادم نبتسم ونعود سعيد. لأني علاه؟ لأنك خليت صنعت قيادة وصنعت ناس، معنى أن كون يرتاح ضميرك وقلبه، ما هو على أنك أنت هو التقبض وتهمر. احنا نعرف عن قاحب الكراسي هو لعنة أنزلها الله، وبالتالي ننعد مولانا يك يعني ننعد مولانا ما هو باقيك، يوليك مسؤول وزير على هذا على هذا على هذا النوع من البشر، على هذا النوع من الناس الضعفاء، لأنه هذا فتنة، الكرسي فتنة. وهذا يغار على من تتلو زبورك يا داود، نحن نعانوا، هذا راهي معاناة، هذا راهي معاناة يا الناس. ثم لا تقبضوا خال الناس اللي تقبل كارطيات والله موظفين في المغرب، وهذو الناس اللي موظفين في الخارج والله ذو اللي موجودين في الخارج ومستفيدين إلى آخره، واللي عندكم أحدث الهواتف من سامسونج نوت إلى الآيفون إلى وحتى طريقة الإنترنت وكذا والخدمات إلى آخره، راهو خارج اللي ما عنده لا موبل ما يقد، وحتى إلى عاد عنده خاصه ما عنده باش الليلة باش يدير متون بطة تتون على مارو. بهاي حالات شفتها وريتها، حالات شفتها وريتها، معاناة عائلات رايك في العيون مساكنين تشوفهم في الحمان وكذا، عندهم لا شيء مليح فاتر رشوهم
ويرقدوا، ما عندهم كلمة، حتى كلمة باتري ما هي عندهم. الله غالب منين من منين أبوهم عندهم لا في الناحية من ذكر 3 أشهر 4 أشهر مليونين مليون، شلي تز وشلي تمشي وشلي ترفد. إذا صراحة هذه الطبقة الهشة، هذه الطبقة الهشة خاصة المسؤولين يتقوا الله فيها، وأي حد حتى ذوك اللي في المناطق، حتى ذوك اللي يقولون إحنا عندنا حركة بديلة،